جيش الاحتلال الإسرائيلي. التشريح الطبي يؤكد المؤكد. المتضامنة الأمريكية من أصل تركي عائشة نور إزجي قتلها قناص إسرائيلي برصاصة في الرأس خلال مشاركتها في احتجاجات ضد التوسع الاستيطاني في بلدة بيتا جنوب نابلس. طفلة فلسطينية بعمر 12 عام ومتضامنة أمريكية جاءت من أمريكا إلى فلسطين لتتضامن مع الشعب الفلسطيني. قتلوا بنفس الرصاص فرق ساعة ما بين بيتا وما بين كريوت. عائلة الشابة العشرينية ناشدت الرئيس بايدن ونائبته هاريس ووزير الخارجية بلينكين إصدار التعليمات لإجراء تحقيق مستقل في عملية قتل غير قانونية لمواطنة أمريكية والتحقق من محاسبة كاملة للمذنبين. أصدقاء عائشة نور من جانبهم عبروا عن تضامنهم ونددوا بتجاوزات الاحتلال الإسرائيلي. أعتقد أن ما فعلته بالذهاب إلى الضفة الغربية والاحتجاج من أجل الفلسطينيين هناك تطلب الكثير من الشجاعة. لقد كانت روحا شجاعة. قتل المتضامنة الأمريكية ليس الأول من نوعه، فلجيش الاحتلال وللمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية سجل طويل من الاعتداءات على المتضامنين الأجانب، كما جرى قبل أيام حين أصيب متضامنان أجنبيان في اعتداء بالضرب أدى إلى كسر في يد أحدهما. وسط تنديدات للمجتمع الدولي يمضي الاحتلال الإسرائيلي في سياسة القتل المتعمد بحق المدنيين. كن فلسطينيا أو فقط تضامن مع الفلسطينيين، المصير سيكون واحداً.